البارسا خسرت وكاع كادو يحوسوا علاش خسرت البارسا على فين لقاو باللي لاغريف تاع الخبازين هي السبه. انا زعما كان احسن مني نشوف بلي المرميطه غايت تنحرق وقلت فيني غير دوري لك دخير باسكو غادي نحرق لك العشاء وغادي تقعدي بلاش وهذيك ماشي حكايه خالتي. قال لك خطره واحد كان يتريني حديد كان غير يكذب على وحده كانت معاه غير يكذب عليها شوفي البرا شوفي الجومبا شوفي منا من هي خرجت فيه جماعه عطاها راح ومن بعد عيطت له في التليفون قالت له منا انت داخل عليا غير تقساح منا شوفي البرا شوفي منا قال عمري شتي لا فيتيس كي داير. قال لك كاين واحد الراجل اللي يحوس ينصحر راح للطبيب قال هو قال عمي طبيب الدكتور قال نحوس ننصحر قال هو عطلك روحك من الجبل قال له تحوسني الموس هلك يا هل هضره ونبغوا لي زيسوار اللي يكونوا كيما هاك. قال لكم على واحد تاكسي تاعو صغيره قد البويطه دهم واحد قال له جه البوليسي قال له على دهم الفاجر قال له اول حاجه الطاكسي صغيره وما تعرفش الصلاحه ثاني حاجه الفاجر ما ديكلاراش ثالث حاجه انت ما عندك ما دخلك. هادي شي هذا خاص بيتزا بريزونطاب شابه جا السيرفور عطاها الميني قالت له اسمح لي خويا انا ماشي قاريه قاعد يعدلها في البيتزا اللي عندهم قال لها فوالا هاش عندنا كاتيزون منا مع التالي قالها اكستيرا قالت له صح اخويا جيب لي هذه اكستيرا سون مايونيز. قال لك كاين ثلاثه خاوه فنانين ياس لا هذه مره كانوا راكدين في شمبرا ملي كل واحد خو يقول له طفي الضوء والاخر يقول له طفي الضوء ثلاث ايام ما الجيران يقول لك شبيهم هذا خصبهم ماتوا راه يدفنوا فيهم بعدك شو كي لعك ثلاث قال بعدك شي دار قال له انا حيين قال له ما لا نوتي طفيضه. كاين فواحد الحومه الجامعه في الجامع الامام تاعهم كيصلي يطول في الجمعه شكاو منو تاع اصحاب الحومه جابوا لهم امام واحد اخر يقصر لهم بزاف نهار الجمعه سقساهم قال لهم تعرفوا الحكايه تاع سيدنا موسى قالوا له اه قال لهم هيا نصلوا ديريكتومون كي كملوا الصلاه قال لهم تعرفوا الحكايه تاع سيدنا يوسف قالوا له اه قال لهم لا سبالا بنجو الجمعه الجايه. خبزت خشمي خبشت خشمي خمس خبشات أي أحكي حقا أنا مالك أحكي أي أحكي قال لك خطره واحد قال لك خطره واحد قالوا لك كنت موت شدير قالوا نهبل هذيك ساعه اخويا غادي نديه لك سمعنا عام اللي فات كنت تقول لهم العيد وكاع يطيح في رمضان اما لا قالوها بلي غادي يطيح في ليله 27 بصح على ما جيتوناش السبت مور الجمعه فما راجل قاعد حاول باش يطلق مرته في المحكمه يا اخي القاضي حب ينصحه يقول له ما طلقش مرتك خاطر راه ذيك مش طلقها مش تولي تاخذ لك نص الشهريه يا اخي خلوه ما تقلقش روحك راهي بطبيعتها تاخذ في الشهريه بكل قولوا انا راني نقول لك تي دير الكاسك راني يوميا نقول لك دير الكاسك هذا دير الكاسك ماشي غير نديرونجي كبير برك كلي نبغي نحقرك ما نلقاش كي ندير لك نقول لك دير الكاسك اصلا نلعبوها زعما اليوم بريمي جور انا نقول لك قول لك هاي دير الكاسك صح راني درتو ساعدوك دوزيام جور دير الكاسك واه راني ثاني نبغى نديرو وانا ساعدوك تروازيام جور دير الكاسك دائما نديرو دائما انا ما يهمني هذاك ديرونجا منا الهضره هذه ديرونجا منها دائما كي تقول لي دير تقلق هذاك تقلق قال لي بدل تقلق انت تقلق
قال لك تبدل شويه، قال لك ديرونجي بحاجه واحده اخرى، مش ديما غير تقول له دير الكاس، قال لك ديرونجي بحاجه واحده اخرى، قال لك روح قول له يشري لك الدخان. ايوا روح شري لي الدخان. انا نروح انا اشري لي الدخان. يعطيك الصحه، انا شخصي يقول لك هكذا، انا نقولها لك صح، اشري لي الدخان. وانا شخصي نقول لك الدخان مكتوب ولا مش مكتوب؟ اشري لي الدخان هكذا. الدخان مكتوب ولا مش مكتوب؟ تشري لي الدخان. وانا اشري لك الدخان، انا شخصي بيك الدخان مكتوب ولا مش مكتوب؟ اشري لي الدخان وخلاص. انا لا كي تقول لك من هاك، انا تم تحوست على السبه، كي شخص كي قلت لك انا الدخان مكتوب ولا ماكش مكتوب، ما قلتليش السبه اللي ديرونجيني بها، كيما قلت لي السبه اللي ديرونجيني بها ترجع غير العقليه الاولى تقول لي مالا ديرك. صح، اشري لي الدخان. نقول الدخان مكتوب ولا مش مكتوب؟ ماشي مكتوب. ايوا مالا ديرك كاسك، مالا ديرك كاسك. ايوا انت يا صاحبي الله يحفظك ان شاء الله ويطول في عمرك، هاو جيت تحكي معنا دوك انت ماك عارف روحك لم لا راك طالع ولا هابط درك، ها راعي لافوان تاعك والمشاريع مرة راح تحكي معنا. حكايتك حكايه من قسنطينه وصحه رمضانكم. حكايتك حكايه ولدي ورمضانكم مبروك. حكايتك حكايه صحه رمضانكم. حكايتك حكايه من البابا دا بوسعاده ولايه المسيله الحضنة، ونشكركم على هذه الزياره الكريمه والعطيره لمدينه الحضنة اكمليا وشكرا. حكايتك حكايه. حكايتك حكايه من تونس ورمضانكم مبروك. حكايتك حكايه ان شاء الله رمضان كريم، ان شاء الله رمضان يجينا بالهنا والعافيه ونعقبوا على خير وعلى خير، نتمنى الدنيا تكون ملاحه ان شاء الله ولهنا البلاد والعباد، وربي يشفي الرايس تاعنا. وهذا واش راهي Thanks again.